المنتخبات أهم حاجة فيها الاختيار. أولا أنت عندك القاعدة عريضة جدا، كل أندية الدوري الممتاز على الممتاز به، فبالتالي اختيارك للعنصر اللي هيخدم طريقة لعبك واللي هيخدم المنتخب ده شيء مهم جدا وشيء سهل جدا لأن عندك القاعدة كبيرة. الكابتن حسام البدري تم اختيار 32 لاعب خلال المباراتي جزر القمر وكينيا للمعسكر القادم. ال 32 لاعب هيشارك منهم 11 لاعب فقط في المباراة، ويمكن اغلب العام عارفين مين اللي هيشارك، انما هو بيدي فرصة للجميع. انما انا بختلف معاه في بعض الاسماء، يعني مع احترامي ليه طبعا وبسنده بكل قوة، انما فعلا بختلف معاه. محمود وحيد على اي اساس يتم اختياره؟ مروان حمدي، يعني لما نيجي نقول مروان حمدي ولا عمرو مرعي، لا اقول عمرو مرعي افضل من مروان حمدي، يبقى يتم وبيلعب بصفة اساسية مع نادي المقص وبيراميدز اشتراه بمبلغ كبير جدا من انبي، وقبلها كان في النجم الساحلي. اين عمرو مرعي من الانتخابات؟ مش عشان انا ادربه، لا انا بتكلم للصالح العام. ففي بعض الاختيارات، في انا من وجهة نظري في بعض اللاعبين المحترفين واحد او اثنين المفروض ان هم ما يكونوش موجودين مع المنتخب، ان خدوا فرص قبل كده ولم يثبتوا جدارتهم. فانا ما يعني مش عايز حته ايه، ان عشان ما تقالش ان كابتن حسام جاب مروان حمدي وجاب مش عارف مين وجاب مين، لا اختيارك انت منتخب مصر، اللي يخش منتخب مصر ده لازم لاعب يكون بيشارك باستمرار مع فريقه حتى لو نادي درجه ثانيه، لاعب مؤثر جدا، يبقى يستحق فعلا ان هو يدخل معسكر منتخب مصر، مش مجرد ان هو ان انا اقول ده يعني احمد جمعه لعيب كويس، انا بقاله فتره كبيره جدا ما بشاركش مع النادي المصري، اشركه ليه او اجيبه ليه؟ ما في افضل منه. محمود وحيد في اكتر من باك شمال ظهر بشكل كويس، انما انت تجيبه مجرد ان انت ضميته لمنتخب مصر، ولما تيجي تعمل القايمه الاساسيه 11 لاعب وسبعه لاعبين احتياطي هتلاقيه خارج، ما اعتقدش ان يعني اتمنى ان الكابتن حسام يركز في المجموعه فعلا اللاعبين اللي هي هيتم اختياره وهي اللي هتمثل منتخب مصر خلال السنتين الثلاثه اللي جايين.